حيث شارك السفير سامح شكري وزير الخارجية أمس في افتتاح النسخة الثامنة لمنتدى حوارات روما المتوسطية برئاسة الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ومشاركة رئيس جمهورية النيجر وعدد من وزراء دول المتوسط. وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن مشاركة الوزير في هذا المنتدى تأتي في إطار تبادل الرؤى حول سبل تحقيق التوازن الإقليمي وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتعاون والتنسيق الوثيق بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة. أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن فعاليات المنتدى تضمنت عقد جلسة مخصصة للحوار مع الوزير سامح شكري للتعرف عن كثب على الرؤية المصرية تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وكذلك الوضع الراهن للقضية الفلسطينية ومستقبل استئناف عملية السلام، مشيرا إلى جهود مصر في تحقيق السلام الإقليمي واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. يعني خلينا نتكلم على أنه في هذا النسخة الثامنة لمنتدى حوارات روما المتوسطية كانت الجلسة المخصصة مع معالي الوزير سامح شكري وبيشوفوا رؤية مصر المستقبلية. أنا عايزة أقف عند كلمة رؤية مصر المستقبلية، خاصة أنه العالم الآن شايف أن مصر دولة محورية تستطيع أن تحقق الاستقرار في المنطقة. لما بيتكلموا على القضية الفلسطينية، أيضا مصر ليها جهود هذه الأيام مع دولة ليبيا الشقيقة. يعني مصر الآن في محور إعادة الاستقرار وإعادة التوازن للمنطقة المحيطة. شايف الدور المصري عامل إزاي ومشاركة مصر في هذا المنتدى؟ مصر أولا وأخيرا دولة سلام ودولة استقرار، وعمرها ما كانت دولة حروب وصراعات، ودايما مصر بتبقى حريصة في كل المحافل الدولية وكل المنتديات العالمية أنها تكون دايما حاضرة بإيه بفلسفتها ومبادئها القائمة على الاستقرار والأمن. الحقيقه مصر انا لابد احنا نشير بالدبلوماسيه المصريه في السنوات الاخيره انها بتلعب على اكثر من خطوط متوازيه وما بترهنش على لاعب واحد دون اللاعبين الاخرين. بمعنى ان طبعا بيبقى في تركيز في العلاقات الدوليه على القوى العظمى زي الولايات المتحده الامريكيه زي روسيا، طبعا في نمور اسيويه صاعده زي الصين. مصر دايما بتبقى على مسافه متساويه من كل هذه الاطراف، لكن بتلعب بذكاء في مناطق اخرى حيويه زي منطقة الشرق المتوسط، أو بيبقى فيه حوار أوسع مع دول الحقيقة مش في بؤرة الأحداث أو في بؤرة الضوء. مصر دايما بتبقى حريصة على أنها تبقى موجودة وبتعمل علاقات متزنة جدا في محيط المتوسط لاعتبارات خاصة بالمكانة الدولية. وفي أولا وأخيرا طبعا الحرب الروسية الأوكرانية لما اشتعلت ده أثر على منافذ الطاقة ومصادر الطاقة في العالم، فابتدى يكون في البحث عن بدائل اخرى او يكون في تنقيب عن وسائل علشان خاطر تعوض النقص او الفاقد من الطاقه من ناحيه، وفي نفس الوقت يبقى في رد عملي على هذه الحرب. فمصر من خلال مباحثات شرق المتوسط يكون في تحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي، يكون في اكتشاف حقول نفط جديده، هو ده الغرض منه ان هو يبقى في توسيع لدائره الايه؟ دائره الاستفاده من مصادر الطاقه علشان يبقى في مواجهه تحديات لمواجهه في التحديات القادمه. فانا اعتقد ان مصر من خلال هذه الجوله سواء في هذا الحوار منتدى شرق المتوسط او يكون في انفتاح على علاقات تانية مع رومانيا مع المجر، هذه الدول اللي هي في اوروبا الشرقيه هي اكثر دول بتتضرر من الحرب الروسيه الاوكرانيه، فمحتاجه ان يبقى في حلفاء وشركاء جدد، مين في مقدمتهم؟ هي مصر. فبالتالي هيبقى في اتفاقيات نوعيه ما بين مصر ومن هذه الدول، ممكن يبقى فيه بروتوكولات تعاون او شراكات للبحث او التنقيب او اكتشافات نفطيه، او يبقى فيه بحث عن مصادر او تفعيل سلعه استراتيجيه زي سلعه الغاز الطبيعي. فانا اعتقد ان مصر مدركه للمخاطر والتحديات اللي هي العالم كله بيواجهها منها التغير المناخي. فانا اشوف ان الدبلوماسيه المصريه بتتحرك بوعي شديد جدا تحت مظلة طبعا النظام السياسي المصري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فاحنا عارفين كويس قوي ان مصر بتسير في الاتجاه المظبوط والبوصلة متوجهة في ان مصر دايما حاضرة وموجودة وحريصة على انها دايما
تبقى دولة استقرار ودولة سلام طول الوقت، وده الرسالة اللي بتصدرها للعالم كله. صحيح. طيب أنا يعني في ملاحظة كده صغيرة في هذا الخبر، ما أعرفش يعني حضرتك تقولي رأيك إيه. يعني هو منتدى حوارات روما المتوسطية والرئيس الإيطالي حاضر فيه ومشاركة رئيس جمهورية النيجر. يعني طبعا أنا استغربت إن يعني النيجر هي في أفريقيا يعني وهي ليست من الدول المتوسطية، حضور رئيس الجمهورية. حضور رئيس الجمهورية نابع من أن النيجر برضو من الدول اللي فيها كنوز استراتيجية في باطن الأرض، منها أنها ممكن ثروات طبيعية أو فيما يتعلق في برضو احتياطي من الغاز الطبيعي موجود. دول أفريقية الحقيقة كتيرة جدا بتتربع على عرش هذه السلعة، وطبعا ده جزء من الذكاء المصري ان انت بتعمل شراكه متبادله ما بين افريقيا وشرق المتوسط، او بتبقى انت جسر من جسور التواصل بين القاره السمراء والقاره الاوروبيه. لان زي ما حضرتك عارفه الاتحاد الاوروبي بيعاني من حاله تصدع في السنوات الاخيره، وفي حاله طلاق، يعني الدول الاوروبيه بتبحث عن الانفصال عن هذا الاتحاد او بتبحث عن شركاء جدد علشان خاطر تواجه التحديات الاقتصادية والأعباء اللي بتزيد يوم بعد يوم. فطبعا احنا طبعا مقدمين برضو، او احنا دخلنا خلاص فصل الشتاء، وهو هيبقى شتاء قارس البرودة وشديد القسوة على أوروبا في ظل الحرب الروسية الأوكرانية. نعم. فلابد يكون في بحث عن منافذ لتوفير الطاقة من خلال هذا الحوار، وان يبقى فيه شراكة بيننا وبين افريقيا. ايه هو اللي ممكن يبقى نقطة الالتقاء ما بين افريقيا واوروبا؟ مفيش افضل من مصر بحكم انها كانت رئيسة الاتحاد الافريقي في 2019، ومصر دايما ذات موقع جغرافي واستراتيجي بين ثلاث قارات، وهي دايما بتتكلم باسم افريقيا. يعني مصر دايما طبعًا في المحافل الدولية بتبقى هي الممثلة لافريقيا بشكل كبير، والموضوع برضو فيه تبادل مصالح. يعني صحيح. ممكن يبقى فيه ان انت بتشرك افريقيا في هذا الحوار وبتحاول يبقى لها ضلع في هذا الموضوع، في مقابل ده هيبقى فيه اتفاقيات ثنائية ما بين مصر وبعض الدول الافريقية بتصب في مصلحة خطة صحيح. الاصلاح الاقتصادي. طيب بما اننا هندخل على الاقتصاد خليني اتكلم على خبر بيقول ان